اختبار بسيط في النطق، حضرتك ممكن تنطق الكلمتين دول؟ مية مية. الكلمة الأولى بوك والكلمة التانية كوك. حلو قوي. طيب ممكن بقى تنطق الكلمتين دول؟ أيوة مية مية. الكلمة الأولى بوت والتانية مود. طيب ممكن ننطق الكلمتين دول؟ أيوة أيوة. الأولى بلاد والتانية فلاد. أنا ملاحظ إن إحنا نطقنا الثلاث مجموعات بأشكال مختلفة مع إنهم هما نفس الحرفين أو أو، صح؟ قلنا أول مجموعة بوك، تاني مجموعة قلناها بوت ما قلناهاش بوت، تالت مجموعة قلناها بلاد ما قلناش بلود ولا بلود، قلنا بلاد. طب إيه الفكرة؟ إيه الفكرة؟ والإنجليزي عايز مننا إيه؟ أقول لك أنا، اللغة دي لغة متألفة. يعني إيه؟ يعني سيادتك لما يقابلك كلمة مش عارف نطقها ادخل على القاموس وشوف الرموز الصوتية بتاعتها أو اسمع نطقها الصح، تمام؟ طب لو عارف نطقها خد شوفه برضه، ما أنت مش ضامن نفسك.